صممت الأزياء الإماراتية العالمية منى المنصوري. أخيرا كان عندك تكريم بباريس وما شاء الله كمان كان في عروض بمصر، وخبرينا عن هذه الجولة الأخيرة لك اللي كانت. تكريم فرنسا كان الأول، عقب كان تكريم مدريد، وتكريم مدريد كان لي أهمية كبيرة لأنه من الحكومة ومن مكان يهتم بالفنون، فكنت العربية الوحيدة مع حوالي 21 مبدع في الفنون سواء تشكيلي أو رسم أو تصميم. ففي التصميم يعني كنت أنا الوحيدة، وهو عن كيف هذا الإنسان أو المصمم أو المبدع أثر في المحيط اللي حوله أو ترك بصمة. فكان تكريم يعني عالمي، وكل يعني كتب عنه كثير يعني. بعدها في مصر وتم تكريمي بعد، كان عندي بعد مصر تاريخ 16 أرجع هني الإمارات، وبعدين أروح عندي تاريخ 23 في كان مع الأورغانيز تيفاني في أسبوع الموضة تيفاني في كان. كان عندي 23 و 24 مع مستر ميشيل عرض. العرض مال ميشيل كان مختص وكتب عنه والقائمين على العرض كله أني كنت رح أعرض فستان السلام. فستان السلام اللي هو يبين موقفنا كعرب من كل الديانات، لأن تعرف حتى صاحب اسمه الله يطول عمره حاكم دولة الإمارات الشيخ خليفة الله يحفظه، نبذ عندنا قانون أنه ما تنبذ الإنسان بجنسه أو بعرقه أو بدينه أو. فنحن هذا الفستان مسوينا أصلاً بعد من قبل يعني من 9 سنوات في لبنان، يتكلم عن حوار الحضارات والسلام، وكان في القدس لتأكيد هوية القدس في عملية السلام. فالكل الموجودين هناك عارفين أن هالفستان وصورته موجودة عندهم، بدأوا يسوون البرزنتيشن ماله وخلاص نحن رايحين. طبعاً في ناس هناك يهود، يعني في يهود وفي عدة يعني أديان مختلفة موجودين. فكون الفستان اللي عندي يتكلم عن كل الديانات السماوية، فحب ميشيل إنه يثبت لهم إن هذه العربية من 9 سنوات تتكلم عن السلام بدون النظر لأي ديانة، البيس للهيومن للعالم للناس المدنيين. وانتشر الخبر هناك. بعد ما انتشر الخبر أنا كنسلت هني، رجعت تعبانة من مصر صارتني وعكة صحية فكنسلت. تفاجأت إنه في كان في نفس التوقيت اللي المفروض أنا راح أكون مع ميشيل في فرنسا أعرض فستان السلام، وزيرة الدولة المحتلة لدولة فلسطين لابسة نفس التصميم ونفس المكان وين أنا حاطة القدس، يعني ما جبتها في النص واليسار في نفس المكان، وهذا مع تغييرات بسيطة. فأنا أحمد رب العالمين إني ما رحت وأصابتني هذه الوعكة، لأن واضح إن أي حد أظني من الناس اليهود اللي هناك عرف بفستان السلام، فهم كانوا مسويين الضد على طول. يعني يمكن أول مرة أنا أقول القصة كاملة لفستانهم، فواضح إنهم كانوا يعني إن اليوم اللي نحنا فيه مسويين العرض هي يتلبس الفستان على أساس تأكد إنه هو لهم، في الوقت اللي نحنا قاعدين نتكلم إنه في سلام للعالم كله ونأكد هوية القدس إنها لدولة فلسطين وليست للدولة المحتلة. والحمد لله إن أنا صبتني الوعكة، لأن حتى كل الجنسيات الأوروبية طاحوا فيها، وانت شفت كيف حطوا بالفوتوشوب الدمار والهذا. فالحمد لله هي حبت إنها تخرب عرضنا نحن وفستان السلام اللي يدعو للسلام لكل الأديان، وطلعت بمفردها، وانت شفت الناس شو قالوا عنها. طيب ست منى، يعني هلا في هو صارت طبعا بالعالم العربي بالعالم الاسلامي استفزاز كمان لمشاعر العرب والمسلمين انه تطلع وزيرة اسرائيلية لابسة وحاطة القدس اللي هو رمز من رموز المسلمين. هو سوى استفزاز لكن اجى على راسها، انا اشوفه يعني هو اجى على راسه، لان يعني حتى في اجانب، يعني حتى في واحد استرالي، في ناس حطوا كاريكاتير وحطوا، لان الحين
الحين الأجانب والدول الأوروبية ما صارت، والشعب نحن نتكلم مش عن السياسات، الشعب نفسه صار واعي، حتى الدول الأوروبية في لندن في فرنسا في كل الدول. ليش؟ لأن الحين صرنا كلنا مثل قرية صغيرة في العالم الإنترنت، فكان الأول إعلامهم شو يقولون هم يصدقون، الحين لا، صار في إعلام مفتوح، فضاء كبير، فصاروا يعرفون الحقيقة. وبالتالي، ويمكن شفت أظني كان في فرنسا من فترة أحد من الوزراء الكيان الإسرائيلي المحتل رايح يلقي محاضرة بجامعة فرنسية، طردوهم وقالوا لهم أنتم مغتصبين لدولة فلسطين، فإذا هذولا، وقالوا له أنت جاي لكلية علوم إدارية وسياسية في فرنسا، وضجت فيها مواقع الهاي وحطوا الطلاب هم يطردونه وطلع قبل حتى ما يتكلم. فإذا الإنترنت فيه عوامل لا سلبيات ولكن إيجابيات كثيرة. يعني شيء جميل أنه نشوف مصممة أزياء عربية وخليجية مهتمة بالقضايا الوطنية أو الهموم الوطنية والعربية، وخصوصا فلسطين. قليل ما منشوف هيك مصممين بيعملوا هيك رسائل. طبعا انت عملت عدة رسائل علي، اظن انت من فترة طويلة معاي وحضرت معاي في لبنان لما بكيوا الاعلاميين في فستان الوحدة العربية، بكوا دخلناهم على الحلم العربي، والناس كانوا يفكرون لما انقطعت موسيقى وصارت أغنية الحلم العربي اعتقدوا أن في غلط صار، بعدين طلعت لهم الفستان بالكوفية الفلسطينية ويدعو للوحدة العربية. الناس بكيت في قبل سنتين، كان العرض في إلهام شاهين وبوسي ومربعة أمين، أنا دعيتهم لعرضي ولبست الفستان رويدة المحروقي اللي هو فستان زفاف لونه أسود، وكنت أنعي الوطن العربي، حتى طلعت بدل ما تمسك الورود مسكت أعلام، والأعلام كانت هي فلسطين وليبيا وتونس والعراق وسوريا، خصوصاً بعد اللي صار بما يسمى الربيع العربي. أي ربيع؟ نحن راح خلاص، يعني وضع الموضوع، يعني نحن الناس اللي ما نفهم في السياسة، الوضع صار لا، هو مو بربيع ولا عمره كان ربيع، هو خراب ودمار وتفتيت للوطن العربي. لذلك الفستان كان ينعي الوطن العربي بدل ما تمسك باقة. وحتى لو شفت بعد إلهام شاهين بكيت، مرفت أمين بكيت، كلهم بكيوا، لأن أنا دخلتها، حتى كانت تسألني رويدة المحروقي شو الموسيقى اللي راح تدخليني عليها، ما رضيت أخبرها، بغيت الموسيقى تكون لها مفاجأة عشان تشعر فيها. وفعلا بكيت وانهارت رويدة، يعني بعد ما خلصت وعلى الستيج مبيك يعني دموع، حطينا أغنية لطفي بشناق ولطيفة، ماتت فينا النخوة، يعني تعرف يعني الناس بكيت. وظفت، انت لازم توظف الكلمة مع التصميم. يمكن أكثر التكريمات اللي خذيتها لأني أحمل هموم الوطن وترجمتها عن طريق تصاميم، من فستان الوحدة العربية لفستان الزفاف إلى فستان موت الوطن العربي. طيب نحن شفنا تقريبا من 9 سنين أو 10 سنين، 9 سنين تقريبا، لما لبستي أنت رغدة، فنانة الممثلة السورية رغدة، فستان للسلام، وكان عليه القدس. لهذا يعني دغري نحن مجرد ما شفنا هذه الصورة تاعت هذه السفيرة الإسرائيلية، دغري راح فكرنا لفستانك. يعني العالم، أنا تعرف تليفوني ما وقف من فرنسا، من كل الناس، حتى من أمريكا، يعني تليفون منى فكرة تصميمك مسروقة. فحتى أنت لو تلاحظ رديت عليهم بعد سيل المكالمات، الرسائل نزلت في الانستغرام عندي وقلت إن سيل من الرسائل والمكالمات اللي يقولوا لي نفستان ينسرق، فقلت لهم من سرق وطن، ليس من الصعب علي أن يسرق تصميم، هم سرقوا وطن، هوية شعب، فمو بسهل عليهم أن يعني فكرة فستان تصميم يسرقونه. يعني هي الفستان بدعي تقريبا لسلخ هذا الوطن لإلون، بينما أنت عم تدعي كنت بوقتها للسلام لكل الأديان بما فيهم اليهود. نعم، وأنا عندي صديقة يهودية مطربة اسمها ماريا في فرنسا، إنسانة طيبة جدا، يعني
في فرق، أبغى الناس تفرق بين الناس الهيومن الإنسانية الناس المدنيين وبين السياسة. مثل ما الحين قاعدين الإخوان يسيسون الدين الإسلامي، ما ونحن قاعدين يسيسون كل شيء سياسي، قاعدين يدخلون فيه الدين. الدين هو عبارة عن ستار، فهذا هو. فاليهودية ما نقدر ننكرها، نازلة في القرآن، سيدنا موسى كلم الله سبحانه، يعني هذا ديانة نازلة في القرآن وما نقدر نسلخها، ولكن احنا ندعو للسلام. ما نبغي الصهيونية الإسرائيلية تحط الديانة اليهودية قناع لها فيما هي تفعله، لأن هذا اللي قاعد يصير، نفس اللي قاعد يصير مع الإخوان، قاعدين يحطون قناع الإسلام فيما هم يفعلونه من تخريب ومن دمار يعني. فنفس الشيء قاعد يصير، إسرائيل قاعدة تقنع بالديانة اليهودية لإباحة ما هم يقومون فيه. شو اللي بيخلي مصممة أزياء تدخل هذا المحترك وهذا الهم؟ هو يعتمد على كل إنسان، يعني في وايد مصممين نسميهم فافي، يعني بس الأيام المخملية الحفلات كذا، ولكن جميل أن تحمل هموم وطنك الوطن العربي، جميل أن تشعر بغيرك يعني. وفي القرآن الكريم مذكورها الإنسان، فيختلفوا من إنسان لإنسان. وما أقدر يعني حتى لما أقول ما راح أسوي رسائل، أجد نفسي إذا في شيء حولي أثر فيني أترجم على طول على شكل الرسالة، فستان بتصميم برسالة. كل الشكر ست منى. أنا أشكركم وايد، وشكرا لك أستاذ علي.